السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواننا الأعزاء، إخواننا الكرام، مرحبا بكم في درس جديد، درس مهم، درس يعني مهم للناس في مجال الاي تي، وخاصة في مجال الشبكات، وخاصة في مجال الاتصالات. فموضوع اليوم هو موضوع حول الكابلات والتي تسمى بالكابل الألياف البصرية أو الألياف الضوئية. فزمان قديم كانت نقل المعلومات أو المكالمات، يعني الداتا أو الفويس، كان قديما عن طريق الكابل النحاس. ولسه حتى يعني حتى اليوم عم يعني في معظم شركات الاتصالات تعمل، يعني ما زال تعمل بالكابلات النحاسية، لكن معظم شركات الاتصالات غيرت طريقة نقل المعلومات أو نقل البيانات من الكابلات النحاسية إلى الكابلات الألياف البصرية. مثلا هون مثل ما انتم تشاهدون، هذا نوع من الكابلات، من الكابل الالياف البصرية. فاول ما نتطرق لموضوع الكابلات الالياف البصرية هو يعني ما هي الفائدة من هذا الموضوع. اولا الفائدة من الموضوع انه يعني مجال، يعني العمل في هذا المجال يعني في حظوظ كبيرة، يعني للعمل. هذا اول شيء. ثاني شيء، يعني التكنولوجيا القادمة هي كلها يعني ولا المعلومات، يعني نقل المعلومات في المستقبل إن شاء الله يكون كله عن طريق، يعني عن طريق الكابلات، الكابل يعني الألياف البصرية. ف يعني الكابل النحاسي أو الطرق التقليدية الآن يعني تدريجيا أو بصفة يعني سريعة يعني عم نتحول من الكابلات النحاسية للكابلات الألياف البصرية. يعني ممكن واحد يجي يقول لي أنا عندي كابل نحاسي حتى للبيت، أنا بقول لك يعني أنا عندي للبيت حتى للبيت يعني كابل ألياف بصرية، والروتر يعني يشتغل عن طريق الألياف البصرية. فالتكنولوجيا الجاية هي كلها تكنولوجيا عن طريق الألياف البصرية. الشيء الثاني يعني المهم هو انه هذا الميدان يعني ميدان رائج عالميا، يعني مش مثلا في دول أوروبية موجودة هذه التقنية، لا، في كل دول العالم موجودة التقنية، يعني في كل دول العالم مهما كنت وأينما كنت، تقنية نقل البيانات عن طريق الألياف البصرية موجودة في كل دول العالم. فيعني هي تقنية عالمية وليس تقنية يعني هاك يعني في منطقة أو مدينة أو بلد محدد. نبدأ على بركة الله بموضوع الألياف البصرية. فالألياف البصرية هي يعني أداة لنقل المعلومات بطريقة يعني خيالية، لأن المعلومات يعني تنتقل داخل الألياف البصرية عن طريق الضوء أو الليزر، يعني الضوء أو الليزر. وانتو تعرفوا يعني سرعة الضوء كيف، يعني سرعة الضوء يعني رهيبة. فمثلا الشمس حتى ضوء الشمس حتى يوصل الأرض رغم بعد المسافات يعني 8 دقائق، يعني تخيلوا سرعة الضوء كيف. هما نقارن بسرعة الشمس بسرعة الضوء أو يعني الإشعاع الموجود داخل الكابلات الزجاجية أو الألياف البصرية، ولكن يعني كذلك يعني هو سريع كثير، يعني لدرجة يعني ما تتصور، يعني عكس الكابل النحاسي هو كذلك سريع لكن بطيء. ومن جهة ثانية الألياف نقل المعلومات عن طريق الألياف البصرية يعني بأي سرعة يعني تبحث، وكذلك بأي كمية. فمثلا الكابل النحاسي عنده كمية محدودة ينقلها الكابل النحاسي،
أما الألياف البصرية فينقل لك بطريقة يعني بسرعة رهيبة، وكذلك بكمية كبيرة جدا، يعني معلومات التي ينقلها معلومات كبيرة، يعني هي ليست معلومات يعني تشوفها ألف باء تاء أو أ ب ت سي، لا، ولكن هو ضوء يمشي داخل الكعب بسرعة رهيبة. هذه نبذة عن كابلات الألياف البصرية. فنبدأ على بركة الله إن شاء الله. فمثلا مثل ما أنتم تشاهدون هون، هذا كابل ألياف بصرية، أقرب لكم شوية الصورة. هذا كابل، هو في الخارج يكون هكذا كابل أسود، وأنا يعني عملت له هون، يعني قطعته هون قطعته حتى تشاهدون يعني داخل الكابل الأسود شو موجود. فمثلا في أنواع كثيرة للكابلات، في كابل صغير مثلا تلاقي يعني داخله يعني مثلا تلاقي داخله يعني 12 زوج للكابلات للزجاج مثل ما انتم شايفين. فأقرب لكم المعلومة، هون في 12 كابل زجاجي، وكل كابل بلونه الخاص، وفي ترتيب لازم نحترمه، يعني في ترتيب الألوان لازم نحترمه. يعني تخيل كل داخل كابل من هذا، يعني هو كابل كبير، وبعد داخل كل كابل في كابلات صغيرة وألوان كذلك لازم نحترمها كذلك. وداخل هذه الكابلات في كذلك كابلات صغيرة اللي هي الألياف البصرية بألوانها، فلازم نحترمها كذلك هذه الألوان. فكل كابل من هذا مثل ما انتم شايفين بداخله 12 زوج، قصدي 6 أزواج، يعني 12 كابل نحاسي، وكل كابل نحاسي يتمشى، يعني كل اثنين يتمشوا مع بعض. فعندك الداخل 6 مر، يعني 6 على مرتين أشهر. هون داخل الكابل الواحد قلنا 12، أوكي. فعدوا معي هون، هذا واحد أخضر، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، هذا ثمانية، وهذا تسعة، وهذا 10، 11، 12. داخل كل كابل من هادو اللي شايفين أنتو 12 كابل زجاجي. هلا نتطرق للألوان. اللون الأول يعني لو هو هي يعني قاعدة عالمية للألوان، يعني في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي بلد يعني يعمل بالألياف البصرية، هي نفس الألوان وتتكرر دائما. فاللون الأول هو اللون الأحمر مثل ما أنتم شايفون هون، اللون الأحمر هذا هو اللون الأحمر، ويتمشى معه جنبه اللون الأخضر. فأول اثنين هما اللون الأحمر والأخضر، أنتم شايفين هون أول اثنين هو اللون الأحمر والأخضر، هذا يتمشى مع بعض. ثاني لون هو الأزرق والأصفر. ولما دقيقة نطرق للشيء ثاني، لما نقول اللون الأحمر والأخضر يعني هو لون عالمي هك، أحمر أخضر، فما تجي أنت تقول لا أخضر أحمر، لا أحمر أخضر. الأول هو الأحمر، اللون الأحمر، والثاني هو اللون الأخضر. فلو تعكسهم يصير لك مشكل بعدين في الاتصالات. في مثلا أنا هون مثلا ربطت مثلا جهة في الكاب بالأحمر والأخضر، وتروح في جهة ثانية روح تقني ثاني يربط يعني يعكس هاك، يعني مثلا يصير الأخضر عنده هو أول والأحمر ثاني، فتصير مشاكل يعني ما تنتقل المعلومات يعني في موضع ما، يعني ما منقطعة. يعني ليش؟ لماذا؟ لأنه الكابلات معكوسة، فالتقنيين كلهم عندهم نفس القاعدة، هو اللون الأحمر والأخضر، يعني اللون الأحمر أولا والأخضر ثانيا. نروح للثاني، اللونين الثانيين وهما اللون الأزرق والأصفر. عم أقول اللون الأزرق والأصفر، ما قلت الأصفر وأزرق، لا، الأزرق والأصفر.
أزرق والأصفر تعكسهم كذلك مشكل، فلازم الواحد يحترم الألوان. اللون الثالث هو الأبيض والرمادي، الأبيض والرمادي، الأبيض من الرمادي شوية، اللون الرمادي داكن، فالواحد لازم ينتبه كذلك. الأبيض والرمادي يعني ثالث، اللون الرابع والخامس هما الأبيض والرمادي. ما نعرف إذا عم تشوفوا، إذا تشوفوا ولا لا، قرب لكم على إيدي حتى تشاهدوا منيح، على إصبعي. الأبيض والرمادي شايفين. اللون الخامس هو البنفسجي، البني والبنفسجي، البني، اللون البني، وينك اللون البني هذا، اللون البني والبنفسجي، البني من تحت. يلا خليني أقلبهم لكم أحسن لأنه حسب الترتيب، البني والبنفسجي. اللون اللي بعده هو اللون ما بعرف شو يسموه، ولكن اسمه احنا عندنا بالألماني تركيش، تركيس، اللون تركيس والأسود. شايفين لونه كأنه أخضر، بس لكن ما هو أخضر، ما هو أخضر. شايفينه مع الأسود. واللونين الأخير الأخيرين، اللون الاثنين الأخرين الأخيرين يعني 11 12 هما اللون البرتقالي واللون الوردي. البرتقالي والوردي، هذه هي الألوان العالمية للألياف البصرية. فأول لونين هما اللون الأخضر الأحمر والأخضر، ثاني لونين هما يتمشوا دائما اثنين اثنين، ثاني لونين هما الأزرق والأصفر، ثالث لونين هما الأبيض والرمادي، رابع لونين هما البني والبنفسجي، خامس لونين هو التركيس، هذا اللون كأنه أخضر مع الأسود، وسادس لونين هما البرتقالي والوردي. فهذه هي ألوان عالمية لازم يحترمها الإنسان الذي يشتغل في كابلات الألياف البصرية. تخيلوا يعني معي في كل كابل، يعني لمعلوماتكم، فكل كابلين أو كل كابلين صغيرين من الزجاج ينقلون معلومات، فتقدر مثلا باثنين كابلين هاك مثلا احمر واخضر، مثلا اول او احنا نسموه الفازة، يعني اثنين يعني هما فازة، يعني زوجين، فهذو الاثنين الزوجين مثلا انتبهوا معي، هذا الاحمر والاخضر ينقلوا لك معلومات رهيبة. هذو الاثنين انسى 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 العشرة الباقيين، اوكي انسى هذو الاثنين، لأنه هو كلهم 12 زوج. فتخيل هذو الاثنين ينقلوا لك معلومات جد رهيبة، وجد وسرعة رهيبة. تقدر بهذو الكابلين تربط بلدين، تقدر بهذو الكابلين تربط مدينتين بالمعلومات. فتقدر مثلا 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 على حسب المثال، مثلا أنا بقول أنا يعني بسكن في فرانكفورت ألمانيا، وفي مدينة مثلا برلين، فبقدر بهذول الاثنين كابلين بربط المدينتين، ويصير عندهم نفس يعني يصير معاهم يعني ربط الانترنت يعني بكابلين. تخيل يعني هذول الاثنين يربطوا مدينتين، ف يعني سرعة نقل المعلومات رهيبة رهيبة وكبيرة جدا. نرجع لموضوع الكابلات، فهذا مثلا انواع الكابلات الالياف البصرية.
فمثلا هذا كاب مثل ما انتم شايفين مكتوب هون برا، وين مكتوب هون مثل ما انتم شايفين 8 في 12. اوكي 8 في 12، شو معنى 8 في 12؟ يعني في 8 كابلات، 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي 12 كل داخل كابل 12 12 12 12 يعني كابل الياف بصري. تخيل معي يعني هذا كابل لوحده فيه 96 زوجين، يعني 48 في 2 هما يعني 96. فكذلك هون في بالنسبة للكابلات هذه الكبيرة داخلها كذلك هي كذلك لازم يعني تراعي الألوان اللي فيها. فمثلا اللون الأخضر والأحمر، الأحمر والأخضر أول شيء، وبعد الأزرق، الأزرق والأصفر ثاني شيء، وبعد الأبيض والرمادي ثالث شيء، وبعد البني والبنفسجي سادس شيء، كم رابع شيء، 1 2 3 رابع شيء. فتخيل معي هذا الكابل 96، هذا الكابل 96 داخله يعني، فهذا الكابل يقدر يربط لك مثلا 4 مودن مع بعضها. هذا الكابل مثل ما انتم تشاهدون، هذه نظرة على الكابلات. خلينا نتعمق شوي في الكابل يعني النحاسي، الكابل الالياف البصرية كيف شكله، يعني شكله هو كيف. مثل ما انتم شايفين هون هذه الالوان، هذه الالوان شايفين الالوان، اقرب لكم الصورة. هذه بداية الكابل شايفين، اوكي. فمثلا هذا الكابل انا عامله مبدئيا، يعني محضر مبدئيا داخل اللون شو موجود، ماذا موجود، تخيل معي، نحاول اقرب لكم الصورة منيح. يعني داخل اللون موجود كابل رقيق بالزجاج، هذا الكابل هو اللي داخله يعني يمشي يمشي النوع، يمشي الضوء المعلومات داخل هذا، داخل هذا، داخل هذا الجزء يعني يمشي الضوء. خليني اوضح لكم ليه. هذا هو الكابل، هتشوفوا مباشرة الكابل الزجاجي الذي تتمشى فيه المعلومات. شايفين كابل زجاجي. نعم شايفينه كابل زجاجي. هذا الكابل ينقل لك معلومات التي انت تريد نقلها.
حتى تعرف انه يعني هذا الكابل مثلا حجمه 96، يعني 96 يعني 8 في 12 تقراها هون تعرف انه داخله 96 وتعد هون كذلك. مثلا لو تفتح هذا الكابل هون مثلا لو تفتح هذا هون تلاقي داخله 12، تلاقي داخله 12. هايدو لكم يمكن احد ما شفتونه. الشغل في الكابل الالياف بصرية هو يطلب دقة كذلك كتير، كذلك دقة كبيرة. فمثل ما انتم شايفين هون في 12 كابل بالالوان التي شرحناها، بالالوان التي شرحناها. هذه اول نظرة على كابل الالياف بصرية. إن شاء الله نلتقي في مواضيع ثانية، وأي سؤال أو أي استفسار من الإخوة يتركوا يعني آخر في يتركوا يعني آخر الفيديو، إن شاء الله نجاوب عليه بسرعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.